لا معلش مش فاهمة، وضح لي بس. دعوة لمعرض عقاري في اسكندرية؟ لا لا لا، ما عنديش مشكلة خالص. طيب ابعتها لي بس بعد إذنك. مش اشكرك، مع السلامة. دعوة ايه واسكندرية ايه؟ لسه مش عارفة، هشوف بس غالبا هروح، يعني محتاجة أغير جو يومين. هو انتي مسافرة عشان تهربي من النعيم؟ بصي يا مريم، أنا بصراحة محتاجة أقعد مع نفسي شوية عشان لما أرجع أعرف أخد قرار. ايه ده، انت مسافرة ولا ايه؟ لا امال ايه الشنطة دي؟ ماما، من ساعة ما اتجوزنا وهي متضايقة، فهروح اقعد عندها كام يوم. طب هتسيبيني لوحدي؟ ما افتكرش انك محتاجني اليومين دول. ليه بتقولي كده؟ من ساعة ما باباك اتجوز ماما سارة وانت مش معايا خالص. هو انا اللي كنت قلت له يروح يتجوز مامتها؟ لا بس اكيد دي حاجة بسطتك. انت اللي بيتهيألي كده، عشان فاكرة حاجة زي دي ممكن تقربني من سارة. ده اكيد، لان اي مناسبة هتتواجدوا فيها كلكم مع بعض، ده انت حتى كاتب الكتاب ما عزمتنيش فيه عشان هي هتكون موجودة. انا لو لسه بفكر في ساره ما كنتش اتجوزتك. هيبان يا عيسى، هيبان. علشان كده انا همشي، اسيبك تشوف نفسك بتفكر فيها ولا لا. عن اذنك. الحمد لله الطعن اتقبل وهيعيدوا محاكمتك. ده لو في جديد في القضية أصلا. هو فيه، بس أنا ما كنتش عايزة أقولك غير لما أتأكد منه. في إيه بالظبط؟ المحامي بتاعنا بيأكد لي إن أمل وعلاء كانوا على علاقة ببعض. الناس اللي كانوا مراقبينها قالوا له إن هي كانت بتروح لعلاء البيت. طب وده هيفيدنا في إيه؟ ماهر فاق من الغيبوبة وقال كلمة أمل ورجع الغيبوبة تاني. عرفتي منين؟ المتر رأفت عرف من الضابط خالد. قصدك تقولي إن أمل متورطة في محاولة قتل ماهر؟ برضه ده هيفيد القضية بتاعتي فين؟ لما نعرف هي كانت بتحاول تقتله ليه؟ هنعرف أسرار كتير، ده غير بقى إن علاء شكله كده متورط معاها. عايزة تقولي إن علاء حاول يتخلص مني لما عرف إن أنا هرجع وراه في الشغل؟ أنا مش قادرة أستبعد الاحتمال ده. طب وعلاء جاب المسدس اللي اتقتل بيه ياسر منين؟ مفيش غير ماهر هو اللي هيقدر يجاوبنا على السؤال ده. ده لو فاق تاني فضل عايش لحد ما اتكلم. ان شاء الله ربنا معانا. انا مش هسيبك تتسجن ظلم. هو انا كل مره لازم امشي؟ فيها شبات عادي يعني زي اي راجل ومراته؟ لما نعلن جوازنا زي اي راجل ومراته. يعني مش ده اللي عرفت مخبيه لغايه دلوقتي؟ علاء ممكن تسيب لي انا الوقت المناسب؟ انت مكسوفه اقوله في الشركه انها اتجوزت موظف عندها، مش كده؟ انا لو مكسوفه ما كنتش اتجوزتك. ترد على امتى في موضوع الشيخ عبد الله؟ مالي ايدك منه؟ يعني واحد صاحب عشرة عمر هو اللي عرفني عليه. الراجل ده مليان، وانت عارف الناس بتشغل بسرعة، مش عايزينه يطلع برانا. بس أرض سما بيغالي عليا قوي. ممكن ما بعيش الأرض. ممكن تخليه يشاركك في الأوتيل اللي عايز تبني هناك. يعني تقصد إن هو بالمباني وأنا بالأرض؟ ما أعتقدش هيرفض. خلاص قعدني معايا وانا اجيبهولك مستوية، خليه هو اللي يتحايل عليك انك تشاركي. وعمولتك محفوظة. عمولة ايه يعني؟ هبقى جوزك واخد منك عمولة؟ ده بزنس يا روحي. ماشي، لو كده هعتبرها عمولة تذكار. وانا موافقة. تصبح على خير. وانت من اهل الخير. بكلمك من الصبح بدري ما بتردش ليه؟ معلش حبيبتي، كنت في المستشفى عند وسيم، مراته كانت بتولد. أني واحدة فيهم؟ الاتنين.
الاثنين في نفس اليوم؟ وجت على دماغه ودماغي في الاخر. وجابوا ايه؟ ولدين، ولغايه دلوقتي هما الاثنين اسمهم حمزه. ربنا يبارك لهم فيهم. عن اذنك يا حبيبتي، عشان راجع تعبانه قوي وعايزه انام. عايزه عملت ايه عند الدكتوره بتاعتي؟ دكتوره؟ انا كلمت السكرتيره وعرفت انك كنت في العياده النهارده. انا حتى الدكتوره بتاعتي ما بتردش عليا. وانت ايه اللي خليكي تكلمي العياده؟ كنت عايزه اعرف نتيجه التحاليل. بالصدفه عرفت انك هناك وطلبت منهم نتيجه التحاليل ما تنزلش على المواقع بتاعت النت بتاعتهم. انت ساكت ليه؟ نتيجة التحاليل بتاعتي فيها ايه اللي تخليك تجري على الدكتورة بتاعتي؟ حبيبتي، انت عندك مشكلة في موضوع الحمل وهتحتاج مننا شوية صبر عشان نقدر نعالجها. يا ما حبيبتي، انا قاعد اهو بعد الفلوس اللي خدتها من صفقه الشيك عبد الله، العموله بتاعتي، يعني بدل ما اضيع وقت في البنك بكره. انت مش فاهمه انا فرحان ازاي. طبعا فرحان، يعني عشان انت راضيه عن الفلوس دي. يا ريت كل الستات زيك يا حبيبتي. امال هشوفك النهارده وهنتعشى سوا، وانا اللي عازمك على العشاء حبيبتي. ماشي، يلا اشوفك، باي.